أما الآن مشاهدينا فنرصد آخر التطورات مع مراسلينا، معنا من فلوريدا إذن سلام كيالي، ومعنا من واشنطن خليل بن طويلة. أهلا بكم، نبدأ مع سلام كيالي من فلوريدا. إذن سلام، يعلن ترامب فوزه بولاية جديدة رئيس الولايات المتحدة 47، كيف تفاعلت الأوساط في فلوريدا مع هذه الأنباء، وأبرز ما استوقفك أيضا سلام في تصريحات ترامب؟ نعم منى، بطبيعة الحال فلوريدا محسومة، كل أهالي فلوريدا أو الغالبية من الناخبين في هذه الولاية صوتوا لترامب بأكثر من 6 ملايين، وهو صحيح. أكثر بنصف مليون من عدد الناخبين المحسوبين على الديمقراطيين تاريخيا خلال هذه الانتخابات. أيضا لا ننسى أن الولاية حتى بالنسبة للديمقراطيين كانت محسومة للجمهوريين، كما لا هاريس لم تزرها بالمناسبة ولم تنفق عليها إعلاميا بخصوص الحملات الانتخابية فيها، كما أنفق سلفها كما أنفق الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث قام بإنفاق في الانتخابات الماضية حوالي 39 مليون دولار. إذن الولاية بطبيعة الحال هنالك فرحة بين الناخبين، بين أهالي فلوريدا خاصة في ميامي، وبين اللاتينيين، بين الأمريكيين من أصل لاتيني وخصوصا الكوبيين، الذين يرون بأن تصويتهم للجمهوريين هو انتقاما لما قام به جون كينيدي في عام 1961، عندما خان على حد تعبير بعض الكوبيين أو الأمريكيين من أصل كوبي الذين قبلناهم وعوده لمجموعة من المقاتلين كانت قد أرسلت من قبل الأمريكيين بعد تدريبها إلى خليج الخنازير في محاولة لاستعادة أو لقلب الحكم في كوبا. إذن الأوضاع كما توقعها هنا أهالي فلوريدا، حتى بالمناسبة الناخبين أو المسؤولين عن حملات صغيرة في مراكز الاقتراع للديمقراطيين كانوا متأكدين بأن النصر في هذه الولاية على الأقل سيكون من صالح ترامب، وأيضا لصالح مرشح الحزب الجمهوري في لمجلس الشيوخ، ولكن كانت هنالك آمال لديهم بأن الولايات الحاسمة المتأرجحة عفوا الأخرى ستحسم الوضع بالنسبة لكمالا. ما هو ملفت في كلام ترامب أنه استبق حتى كل الأنباء الرسمية من مراكز الاقتراع، وقال بأنه سيحصل على 315 صوتا، حتى الآن ما حصل عليه بشكل رسمي هو 267، ولكن ربما يكون هنالك بعض المراقبين التابعين للحزب الجمهوري أتوا بهذه النتائج لتأكيد حسم ترامب في هذه الانتخابات. أيضا الملفت بأنه عاد للتهديد، بمعنى أنه عاد بالحديث عن الصين، والتي كانت بالنسبة له خلال سنوات حكمه هي تحدي كبير. يريد أن يفرض ترامب بالمناسبة بحسب خطته الاقتصادية، يريد أن يخفض الضرائب على المواطن الأمريكي، ولكن يريد أن يرفع الضرائب على الصادرات السلع القادمة من دول أخرى، ولكن بالنسبة من 10 إلى 20%، ولكن بما يخص الصين سيرفع هذه الضرائب إلى 60%، بمعنى أنه سيكون هنالك توترات ربما جيوسياسية اقتصادية مع الصين خلال الفترة المقبلة. أيضا قال بأنه سيغلق الحدود، ولا ننسى أنه كان قد بدأ ببناء سور مع دول في جنوب أمريكا، وبالإضافة إلى حديثه عن أنه استعاد مجلس الشيوخ، وأنه في الغالب سيستعيد أيضا الغرفة الثانية في الكونغرس الأمريكي مجلس النواب، بمعنى أن هنالك سيطرة كاملة يتوقعها منى في خلال سنوات حكمه، في حال ما ثبتت خلال الساعات المقبلة بأنه حصل على معظم أصوات المجمع الانتخابي. تفضل بقائي معي سلام كي لك كل الشكر. إلى واشنطن الآن مع خليل بن طويلة. واشنطن التي لطالما صوتت للديمقراطيين وصوتت أيضا، لم تخرج عن هذا التقليد، وصوتت لكمالا هاريس، كيف يبدو الوضع فيها؟ كيف تبلورت فيها الصورة بعد إعلان ترامب فوزه؟ طبعا خيبة أمل كبيرة في جميع الولايات الزرقاء، الولايات الديمقراطية، وواشنطن وفيرجينيا وميريلاند هي ضمن هذا الحزام الأزرق الذي مني بهزيمة ربما أكبر بكثير من الهزيمة التي منيت بها هيلاري كلينتون منذ عدة سنوات، والتي مني بها آخرون من الديمقراطيين. الفارق كبير جدا، والنتائج أعلنت بشكل أسرع من سنة 2020
عندما فاز بايدن على ترامب. ال 270 ربما بلغهما دونالد ترامب بشكل لا يسمح تماما بأي مناقشة، خصوصا عندما فاز بالولايات المتأرجحة الكبرى، بمعنى عندما نجمع بين بنسلفانيا وجورجيا العدد يكون كبير جدا، ولا يحتاج إلى العودة مثلا إلى ولاية مثل نيفادا، هي عددية من حيث عدد المقاعد في أو عدد الأصوات في الكلية الانتخابية أقل بكثير مقارنة ببنسلفانيا وجورجيا، تماما مثل الوضع في ولاية أريزونا أيضا. وهذه الولايات إلى جانب ويسكنسون وميشيغان إلى غاية هذه اللحظة لم تعلن نتائجها. فقط ليعلم المشاهد بأن عملية حساب الأصوات ليست هي رسمية أو مرسمة إلى غاية هذه اللحظة، إنما تعتمد تقليدا قديما بدأ في منتصف القرن التاسع عشر من خلال الأسوسييتد براس التي تنشر مراسليها المختصين في مختلف المكاتب. مثلا في هذه السنة قامت ب مراجعة ومتابعة 5000 تنافس انتخابي متنوع، بما في ذلك التنافس الانتخابي الرئاسي والمنافسات والسباقات الانتخابية سواء على المجالس البلدية وما إلى ذلك، ثم يتم إرسال هذه النتائج إلى جهة مركزية ثم تعلن. لكن لاحقا من المؤكد أنها ستكون مطابقة، مثلما دأب الأمريكيون أن يروا هذه النتائج هي نفسها النتائج التي تعلن بصورة فيدرالية ورسمية. الآن ما تبقى من ولايات، ربما ترامب يحتاج فقط إلى 3 أصوات مثل ما يعلم الجميع من خلال ما هو منشور، وذلك قد يتحقق في أي مكان من الأماكن المتبقية. لكن الواضح بأن الديمقراطيين الآن أصبحوا في ورطة كبيرة لم يشهد لها ربما الوضع الأمريكي منذ عدة سنوات. لماذا؟ لأن ثمة سيطرة كبيرة جدا للديمقراطيين، ليس فقط في الرئاسة في البيت الأبيض، إنما في مجلس الشيوخ وفي مجلس النواب، وكذلك أيضا الجمهوريين سوف يسيطرون على الكثير من مقاليد الحكم، بما في ذلك مثل ما قلنا مجلس الشيوخ ومجلس النواب والبيت الأبيض الأمريكي، بالإضافة أيضا إلى عدد حكام الولايات الذي أصبح 27 من أصل 50، بمعنى 23 فقط أصبحوا في يد الديمقراطيين، وهذا أيضا بالإضافة إلى المحكمة العليا ذات 9 أعضاء التي أصبح 6 منها من الجمهوريين المحافظين و3 من الديمقراطيين، وهؤلاء يعينون مدى الحياة. وكان ترامب قد حظي بفرصة أنه عين 3 منهم، لأن ذلك لا يحدث دائما إلا في حال الوفاة أو العزل أو المرض وما إلى ذلك، ولكن كان محظوظ وربما قد يكون محظوظا هذه السنة أيضا أن يعين عضوا آخر ويصبح المحافظون في وضع مريح جدا في مجال التشريع إلى أبعد مدة أو أبعد نقطة ممكنة. لكن الملاحظ في المجمل أن ما حدث أن كامالا هاريس اعتمدت ما يسمى بالتخويف من ترامب على أساس أنه يهدد الديمقراطية الأمريكية، لكن ذلك لم ينجح كثيرا، بينما اعتمد ترامب على أمر ملموس، على أمر يومي، على حياة الناس المعيشية اليومية المتعلقة بالاقتصاد، خصوصا في ظل هذا التضخم الكبير، وكذلك في ظل المخاوف الكثيرة من الضرائب، بالإضافة إلى الحرب في الخارج. حكومة بايدن وإن كانت ديمقراطية، والديمقراطيون معروفون عادة أنهم أقل عدائية إن صح هذا التعبير، لكن ترامب جاء بسياسة أخرى وهي سياسة إنهاء الحروب. خطابه كان واضحا، سأنهي الحروب، أنا هنا لست لإشعال حروب إنما لأنهيها، ولأول مرة يتحدث عن مكونات المجتمع الأمريكي ومكونات حملته، وذكر العرب وذكر اللاتينيين وذكر الأمريكيين من أصول إفريقية. لكن ربما شيء آخر يلاحظ في خطابه هو ما يتعلق بالجانب الديني أو الجانب الروحي، عندما قال بأن الله قد نجاه من محاولة الاغتيال لسبب ما، ثم قال للجميع بأن السبب ربما من أجل إنقاذ هذا البلد.
كل الشكر الجزيل لكم خالي البنطوي اللي كنت معنا من واشنطن. الزميل أيضا سلام كيالي، شكرا جزيلا لك من فلوريدا، يعطيكم العافية، شكرا جزيلا.